كيف نكون أهل لتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ خلوني أركز معاكم على جزئية في غاية الأهمية. مش معنى إن الدنيا مفتوحة للإنسان وعنده ما لا عند غيره، ده مش معناه إن ربنا كاتب لك التوفيق أبدا. أفكركم بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. خلونا ناخد بسرعة بعض الأسباب اللي تخلينا سبب وأهل لتوفيق الله سبحانه وتعالى. تعرفوا إن قضاء الحوائج للناس بيجعلك سبب لإنك تكون أهل لتوفيق الله؟ ده ماله ومال توفيق ربنا سبحانه وتعالى. خليكوا عارفين قوي إن ربنا قال في القرآن: وما توفيقي إلا بالله. الواحد دايما يكفر بقدراته الشخصية، والله يكفر بعقله، ما يقولش أنا عقلي ده حاجة بتفهم وهيوديني في سابع سما، لا لا، دايما الواحد يقول أنا أعمل اللي عليا وأسيب التوفيق على مسبب الأسباب، ما أغترش بقوتي أو مالي أو جاهي أو سلطاني أو أي حاجة ربنا أنعم عليا بها، ما أغترش بيها أبدا. خلي بالك سيدنا ابن عطاء الله كان يقول: ما تيسر أمر أنت طالبه بنفسك، وما تعسر أمر أنت طالبه بربك. أيوة، كل الأمور اللي أنا هعتمد على نفسي فيها هتروح، إنما أخذ بالأسباب وأعتمد على الله سبحانه وتعالى، ربنا هيجعلني سبب لأهل الناس الموفقين وأكون منهم. لما تقضي حوائج الناس ربنا يجعلك من الموفقين. عارفين ليه؟ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم. يا سلام يا سلام، وهل فيه توفيق من الله أحلى وأجمل وأروع وألذ وأطعم من إنك تكون ربنا بيحبك فيكتب لك ويفتح لك، يكتب لك التوفيق ويفتح لك الأبواب الموصدة والمغلقة؟ عشان كده بقول لكم كونوا في عون إخوانكم، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم التوفيق، لأن هنوصل لمرحلة إن إحنا بننفع الناس فرب الناس يحبنا. ده سبب عظيم من أسباب كيف نكون أهلا لتوفيق الله.